اليوم كل الأنظار متوجهة إلى سوريا لتراقب عن كثب مرحلة الأعمار وإعادة الحياة لكل مفاصل البلاد، ليعود ويعتبر معرض دمشق الدولي هو البوابة الأوسع هذا العام لإطلاق المشاريع والخطط والمنتجات الجديدة عبر مشاركات عديدة محلية عربية ودولية شهدتها أروقة المعرض. سلمى، اليوم بصباحنا غير راح نسلط الضوء على مشروع هام وحيوي بهم كل السوريين، هو عبارة عن مقترح دراسة لمطار جديد يحمل اسم مطار دمشق الدولي. لنحكي أكثر عن الموضوع بصرنا نرحب معنا المهندس محمود موسى مدير المشروع والمهندس مجد كشكية مشارك في المشروع. يسعد صباحكم. أهلا وسهلا. صباح الخير. يسعد صباحكم. في البداية معك محمود، خلينا نتعرف عن فكرة المشروع. هلا مشروع دمشق، مطار دمشق الدولي هو تيرمينال ثاني للمطار الحالي، تقريبا بنفس الارض قريب منه في اتصال، بس ما راح يكون اتصال بصري بيناتهم. المطار الجديد راح تكون مساحته 84,000 متر مربع، راح تكون سعته بين 13 ل 15 مليون نسمه مسافر سنويا، بين 5000 ل 8000 بالساعه. راح يكون في مكان مهبط ل 12 طياره علويه واربع طيارات ارضيات. هلا هو كمطار فينا نعتبره الأول من نوعه بالمنطقة، راح يكون بحجم يعني حيخدم مساحة أكبر بكثير من المطار الحالي تقريبا لثلاث أضعاف. الفكرة تبعيته كانت أخذينها من فينا نقول من عمارتنا القديمة وحاولنا ندمج مع العمارة الجديدة لنورجي إن المعماري السوري بيقدر يطلع أفكار أحسن بكثير من اللي هلا عم يطلع معنا. طيب خلينا نحكي شو المميز بهيدا المطار وليش اخترتوا عرضه في معرض دمشق الدولي، عرض هيدا المشروع، وكيف كان استقبال الناس لهيدا المشروع؟ هلا هو الشيء المميز فيه فينا نقول انه بعد الخمس سنين انقطاع، فينا يعني خمس سنين اللي مرقت على البلد، رغم هيك احنا كنا واقفين عم نشتغل عم نقدم شيء ممكن نقول بصمه للمعماري السوري، بصمه لنا نحن كمعماريين، انه رح نقدم مشروع كثير ضخم، مو مثلا مشاريع بسيطه عم تمرق وكانه ولا اي شيء صار. هلا احنا ليش اخترنا نقدمه بالمعرض؟ كان فينا نقول انه معرض دمشق الدولي كان الرمز تبعيته انه سوريا تنبض بالحياه، فنحن قررنا انه رح نقدمه هلا، رح نورجيهم انه كمان نحن عم نقدم شيء، عم نشتغل بيننا، يعني حتى لو ما كان موجود على ارض الواقع، يعني نحن مثلا هذا المطار صار لنا فيه تسع شهور عم نشتغل عليه، بحيث انه درسنا كل النواحي المتعلقه فيه لحتى نقدم احسن مشروع متكامل فينك تعتبره كمطار ليخدم بلد. طيب خلينا نعرف منك كمان مجد، يمكن انعرض بالجناح مكيت او مجسم المشروع، خلينا نتعرف منك على مزايا هذا المطار الجديد. هلا اول شيء بالنسبه لهذا المطار فينا نقول انه هو غير المطار الحالي اللي هو بتالف من طابق ارضي واحد بس، المطار الجديد هو بتالف من ثلاث طوابق اللي هو صار بحاكي كل المطارات العالميه حاليا، كل المطارات العالميه حاليا هي عم تعتمد تعدد الطوابق. ليش؟ مشان سهولة حركة أول شيء، وكمان مجارات الوضع أكثر شيء. فمطار نحن بألف من طابق أرضي وطابق أول بالإضافة لمنطقة أحرى اللي هي الطابق الثالث. فينا نحن طابق القادمون أو الأرايفلز هي العالم اللي بتيجي على سوريا، هي بتفوت عن طريق الطابق الأرضي. بالنسبة للطابق الأول اللي هو فينا نقول إنه فينا يعني حتى السيارة بتفوت على الطابق الأول بتطلع عن طريق رام. نعم نشوف هلا مع بعض المشاهد من المشروع. فهي السيارة بتفوت عن طريق رام بعدين تطلع على الطابق الأول، فيعني ما في داعي المسافر يتعذب أدراج ومدري شو إلى ما هنالك، فدغري إنه خلص بيوصل على باب المطار على الطابق الأول دغري، بفوت منه بتوجه بعدين دغري على يعني فينا نقول على تقسيمات المطار الداخلية اللي هي سواء كان الوزن أو الباسبورت، بعدين في عندنا التشيك بوينت، بعدين منه بتوجه للبوابات، بعدين منه دغري على الطيارة. يعني سهول فيه سهولة حركة بالنسبة للمطار من جوا. طيب خلينا نحكي معكم، يمكن تسع شهور مثل ما قلتوا كان في تحضير لهيدا المشروع، عدد المشاركين فيه من المهندسين، كيف تمت المقارنة؟ لما أقول هيدا المشروع كأفضل مشروع مطار، تمت مقارنته مع مطارات أخرى حول العالم ليكون في ميزة أو خصوصية بتميزه عن باقي المطارات؟ هلا حنبلش انا من الاخير، من اخر السؤال اللي سالتيني اياه وبنتقل للاول. هلا ميزته انه هذا المطار، مطار دمشق الدولي المقترح الثاني، انه ليش انا فيني بحطه بدمشق ما فيني احطه بمنطقه ثانيه؟ هلا نحن اخذنا العماره الدمشقيه القديمه كان فيها النقوش النجمه الخماسيه، النجمه السداسيه. نحن اخذنا نجمه جديده اللي هي النجمه السباعيه، ما حدا كان مجرب فيها، ما حدا كان مجرب يعمل التكرارات تبعها، لانه كان عم يطلع يعني عم يطلع شوي صعب التكرار.
نحن ليش اخترنا النجمة السباعية؟ النجمة السباعية بتعبر عن أبواب دمشق السبعة وعن قدسية الرقم سبعة بالنسبة لنا نحن، بالنسبة لأنه رب العالمين خلق الكون بسبعة أيام والأسبوع سبعة أيام، فهو رقم مقدس تقريبا عن كل الديانة. أخذنا هاي النجمة السباعية، حاولنا نكرر منها تكرارات، حاولنا ندمج معها خطوط، حاولنا حتى نفوتها بالكتلة الإنشائية اللي رح تحمل المطار. ورغم ومع هيك إذا كان موجود هلا بالصور تبع الماكيت اللي شفتوهم، المطار مكون من جناحين يمين ويسار، وبالنص في كتلة كبيرة اللي هي كمان مأخوذة من تجريد خطوط النجمة السباعية. الجناح الأيمن بتبلش النجمة مجردة، بعدين بتبلش تندمج معها خطوط زيادة، أو فينا نقول إن السترينجات الشدادات يلي هي بارامتريك اركيتكتشر مدروسة حسب النسب ذهبية، مدروسة حسب النسب تبع النجمة السباعية نفسها حتى نوصل لنص الكتلة، بس بآخر الكتلة رح تكون الكتلة كلها صافية ما فيها شيء. هذا كان رح نقول رمزية لأنه المطار أو دمشق هي الوصل بين الماضي والحاضر والمستقبل. ماضي لما كانت النقش فاضي، حاضر اللي هي العمارة الحالية بارامتريك اركيتكتشر، وفاضي بالأخير لأنه أنا ما بعرف شو ممكن العمارة تقدم لي. هلا الفريق اللي كان عم يشتغل فريق كبير، لأنه يعني إحنا مكتب كبير في أكثر من مهندس معماري كان عم يشتغل. حب أشكرهم كلياتهم، مشكورين على جهودهم اللي كم كانوا واحد كان مشارك تقريبا؟ تقريبا سبع مهندسين كانوا عم يشتغلوا فيها. مثل ما كنت عم أقول إنه الفترة اللي أخذناها تقريبا كانت تسع شهور، بلشنا من الخطوط الأساسية، من أسس تصميم المطارات، من استاندرات منظمة أياتا، مقارنة مع المطارات الثانية، أخذناهم كلياتهم بعين الاعتبار بحيث إنه يضل الطابع الدمشقي على هذا المطار، ومع هيك تكون عمارة حديثة. يعني مجد كمان مثل هيك مشروع بينبع من فكرة كتير مهمة، وهي إنه نحنا نقدر نخدم بلدنا بمطار جديد فيه وكل يمكن التقنيات ومراعي كل الشروط. يمكن حكى محمود إنه يمكن شفتوا مصادر أو خلينا نقول مراجع عالمية بهذا الموضوع، تمام. على أرض الواقع قدي رح يكون هذا الشيء فعال فعلا، تقنيات مدروسة بشكل يتلائم كمان مع البيئة بسوريا، تمام. هلا نحن خلال دراستنا يعني مثل ما تفضل محمود انه مو بس يعني درسنا انه خلص درسنا شكل ودرسنا انشائي، نحن حتى درسنا كل التقنيات اللي حتكون بقلبه، يعني درسنا سواء كان نحن كلياتنا بنعرف انه المطار يعني فيه فينا نقول السير تبع الوزن، وفيه مثلا باسبورت، فيه اجهزه حديثه، طبعا هي كلها نحن راسلنا شركات وعرفنا شو هي، عرفنا مثلا ابعادها رح تحسننا ووظفناها جوا ضمن المطار، يعني عرفنا ابعاد، عرفنا كيف تحرق ضمن المطار، قديش بدها ابعاد، يعني كيف حتى هي نعرف نحن مثلا احنا فتنا على الطابق الاول مثلا حطينا امتعتنا، هي الامتعه وين بدها تروح؟ طبعا بتنزل على تحت على البيزمنت على الابو، بعدين في سيارات حتيجي بتاخذها بعدين على الطياره مشان تروح مع امتعتنا معنا، طبعا هذا الشيء كله بده اجهزه وبده معدات، هذا الشيء كله مدروس ضمن شركات اجنبيه، حتى في شركات محليه، طبعا حتى في رسلنا شركات محليه هون مشان مثلا اضافه مدرج جديد للمطار مشان الطائرات الكبيره مثلا مثل ايرباص 380 هي من احرص الطيارات الموجوده حاليا. يمكن احنا المدرجات يعني ما بتساعد مثلا تنزل هيك طيارات عندنا، فنحن ضفنا مدرجات جديده مشان تساعدنا سواء كان بالمواد تبعتها او بطولها، يعني كلها مدروسه ضمن اسس ونظاميه عالميه، يعني مشان تساعدنا وتساعد على تخديم المسافر اللي بفوت عنا على البلد. يعني فينا اقول يمكن المشروع مدروس بحرفيه كثير عاليه. خلينا نحكي ليش تم اختيار مدينه دمشق لهيدا المطار؟ ليش ما كان في محافظه اخرى؟ هلا لانه دمشق هي فعليا بوابه البلد، ونحن المطار الحالي مطار دمشق الدولي الحالي يعني ما فينا نقول انه فينك تعتبريه واجهه البلد اول ما بده يجي المسافر يشوف يطلع انه هذا المطار دمشق. هي اولا. ثانيا من فتره كمان سياره الرئيس ووزير النقل كمان كانوا عم يحكوا انه انشاء مطار جديد، فاحنا كمان حاولنا يعني دعم يمكن هيدا المشروع، دعم هي الفكره مشان نقدم شيء يعني يكون واجهه للبلد، دعم هي الفكره ومهندسين سوريين يقوموا فيها. يعني هي نقطه كمان كثير مهمه لما يكون في مشروع على مستوى هي الاهميه ومهندسين سوريين من قلب البلد. وعم تقول تمت مراسله شركات عالميه ان كان ولا ان كان بلدان اخرى، تمام. أكيد محمود، كمان خلينا نحكي عن الفترة الزمنية يلي بيحتاج المشروع بدءاً لما بنقول نحن اليوم مستعدين للتنفيذ. هلا متى ما قلنا نحن اليوم مستعدين للنفذ، يعني نحن كاستيراد جاهزين لنستورد الأغراض، يعني كل شيء جاهز فينا نعتبر،
حتى رأس المال موجود تقريبا يعني بدنا مده زمنيه بين 5 سنين ل7 سنين بيكون المطار فولي فانكشن، وهي الفتره راح تكون طيارات لساتها عم تهبط بالمطار الحالي الموجود، بس يخلص بناؤه وتنتقل الطيارات للمطار الجديد اللي انبنى، وممكن يتحول المطار الثاني يعمل طائرات خاصه او ممكن المسافه او القرب بين الموقع الجديد والموقع لا مو كثير بعيد المسافه بيناتهم، لان تقريبا على نفس الاستراد انت يعني اول ما تفوتي على المطار على ايدك اليمين في ارض كبيره تقريبا هني. طيب في حظيره للطائرات كانت على الارض اليمين، حظيره هنيك مستودع للطائرات وقطع غيارات، فكانت فحطيناها نحن بهالمنطقه هي مثلا يكون انه بالنسبه للصيانه بين المطار القديم والمطار الجديد تماما. طيب خلال دراستكم للمشروع يمكن وتنفيذه من 9 شهور يمكن فينا نقول عمل، شو الصعوبات اللي واجهتكم يمكن او مشاكل تخطيتوها يعني؟ هلا اول شغله اول اكثر شيء اكثر فكره اساسيه كانت موجوده عندنا هي انه شلون انا بيطلع عماره حلوه يعني مبنى صرح معماري فعلا تحفه فنيه وبنفس الوقت ما نكون دخيله على الحضاره الدمشقيه يعني على ثقافتنا، ما لما تطلع على الكتله تطلع انه من وين اجى هذا مثلا؟ يعني ما دخلها بعمارتنا لا، فنحن حاولنا قدر المستطاع ندمج بين الثنتين، نوفق بين هدول الفكرتين. هلا البدايه كانت صعبه بس لما بلشنا ناخذ يعني لما بلشنا نفوت بالنقش تمام، بلشنا نفهم شلون كانوا عم يفكروا المعماريين اللي قبل عمارتهم العظيمه اللي كانت موجوده، بلشنا نستوعب شيء صغير منه. قررنا ناخذ منحة لنا اللي هو اللي كنا عم نحكي عنها النجمة السباعية ونطور منها مدرسة جديدة. يمكن ترجمتوا مدينة دمشق بهي الحالة تماما، انه في عندنا مدينة دمشق في دمشق القديمة قديمة كثير وفجأة ممكن تلاقي على الطرف الآخر أبنية جدا حديثة، فحاولتوا تمام. يمكن ترجموا هيدا شيء من خلال هيدا المشروع تماما، انه كان رح يكون شكله كبوابة مثل ما كنت عم أقول بين الحاضر والماضي والمستقبل. كمان محمود لما بنحكي عن العمارة الدمشقية أو العمارة بشكل عام بمنطقة بلاد الشام أو بسوريا بالذات، فبنرجع بنقول إنه هي كانت مبنية على أسس متينة، يعني نحن إذا بنرجع للبيت العربي وبنائه وتصميمه فبنلاقي مراعاة في فرق درجات الحرارة في أماكن أهل البيت بيقعدوا فيها بالصيف، أهل البيت بيقعدوا فيها بالشتاء، هل رعيتوا هذا الشيء؟ هلا عم نشوف العكس، يعني أوقات بنشوف مباني جديدة وحلوة وفخمة بس هي ما بتتناسب مع دولنا العربية لا مع اتجاه الشمس ولا مع، هل رعيتوا هذا الشيء بالمطار الجديد؟ هلا مثل ما كنت عم تقولي إنه عمارة دمشق هي من العمارات المستدامة اللي هي الأسس اللي كانت مصممة فيها البيوت كانت مراعية تماما بحيث إنه يكون البيت دافي بالشتاء وبارد بالصيف، بيت المونة تماما كل شيء تماماً. كان كل غرفة يعني. مكانها المناسب محطوطة فيه. نحن على هذا الأساس كمان اشتغلنا، مثلا إذا شفت إذا ما كان واضح بالصور اللي كانت موجودة كنا عاملين سكاي لاين فوق بحيث إنه حتى الإضاءة لجوا تكون واصلة، كان في ملاقف جوا بقلب الكتلة، يعني حتى المساقط مدروسة بحيث إنه أنا لما بكون قاعد بهالغرفة مثل وظيفة الغرفة أنا أكون حاسس تماما، يعني هو بيسمى بالعمارة حاليا هو البعد الرابع تمام. طيب مجد خلينا نحكي عن مشاريعكم القادمة بعد معرض دمشق الدولي، خلينا نحكي وبعد هيدا المشروع في مشاريع عم تفكروا فيها أو مشاريع حابين تنفذوها على أرض الواقع كمان لدعم إعادة الأعمار في سوريا؟ والله حاليا يعني في عدة مشاريع يعني هيك ببالنا بدنا نساويها، طبعا هي دعم بالإضافة لمشاريع الشركة تبعتنا اللي نشتغلها، أنا شركتنا بتشتغل ديكور داخلي بالإضافة للعمارة، في عندنا هلا عدة مشاريع سواء عم نفكر نرجع شوي نيح الساحل يعني نساوي مشاريع هنيك مشاريع حيوية، بما إنه هلا فينا نقول إنه السياحة رجعت لعنا على البلد، فعم نفكر بشيء هنيك بهذيك المنطقة سواء كان مدينة سياحية أو مرفأ أو شيء يعني شيء دعم السياحة هنيك، بتكون كمان لأنه البحر عندنا نحن هو كمان فينا نقول هو الواجهة الثانية لسوريا يعني بالنهاية غير المطارات، في عندنا الساحل هو الواجهة الثانية لنا، فيعني مشاريع حيوية هنيك بهذيك المنطقة. طيب ما فينا نقول مثلا مشاريع لبعض المناطق اللي يمكن تعرضت تمام. للإرهاب بشكل كبير إعادة تمام. أعمار لإلها؟ كنا عم نفكر كمان مجمع استثماري سياحي بمدينة تدمر بحيث إنه نخلي المدينة الحالية مدينة يعني المدينة تبع الآثار، فعم نفكر إنه نحط مكانها هني يعني قريب منها مثل فينا نقول مجمع مثل ما كنت عم أقول مجمع استثماري سياحي موجودة فيه كل الفعاليات اللي بتعبر عن تدمر عن حضارة تدمر، وكمان مثل ما كان عم يقول مجد إنه باتجاه الساحل رح يكون في هنيك مرفأ جديد، رح يكون في تلفريك جديد كمان، هي كمخططات لنا لمشروع مشاريع مستقبلية، وفي كمان عم نفكر نشارك مسابقات عالمية، فإن
شاء الله. ان شاء الله. يعني يمكن نور يلي بيميز جامعات بسوريا بشكل عام، سواء جامعه دمشق او غيرها من الجامعات بكليه العماره، هو نهج اعاده الاعمار يلي تبنته هي الكليات. وكان معنا كثير من الطلاب صحيح. المتميزين بصباحنا غير من دفعه الامل، دفعه اعاده الاعمار وعمار سوريا. يعني هيد يمكن هذا النهج صار اساسي بدراستكم. اليوم نحن عم نشتغل على ما بعد الحرب، شايفين سوريا المعافى. خلينا نحكي عن هذا الجانب. يمكن اليوم البناء هو جزء اساسي من بناء الانسان. يعني انت لما بتكون مأمن مكان سكن ممتاز للانسان فهو بيقدر يبدع بحياته. نحكي عن هذا الجانب او البعد الرابع مثل ما قلت. هلا اللي كنت عم اقوله انا انه العماره مثل ما كنت عم تقولي بتأثر كثير على حياة الإنسان. على سبيل المثال في سويسرا مرت فترة طلعت في عمارة جديدة هناك اسمها كيوبيك أركيتكتشر. هاي العمارة كلنا بنعرف إنه سويسرا مرفهة فعلياً، يعني كثير صعب تلاقي فيها حدا ممكن يفكر بالانتحار. بعد ما صارت الكيوبيك أركيتكتشر ازدادت نسبة الانتحار من 2% ل 17%. ليش؟ لأن الناس لما صارت تفوت على بيوتها تحس حالها محبوسة، إنه أنا قاعد بمكعب، أنا قاعد مضغوط متوتر دائما. فصاروا احسن حل اخلص من العيشه شو يساوي؟ ينتحروا. فمثل ما كنت عم تقولي انه المعمار كثير بياثر على حياه الاشخاص، فانا كمعماري لازم امن مستقبل جديد، ذاكره الطفل اللي عاش بالحرب، شلون بدي اغير له، شلون بدي احسسه انه لا بلدك منيحه، بس كانت مرق عليها ظروف وتخطيناها الحمد لله. ويمكن بالحفاظ كمان على العماره السوريه القديمه. بالختام كلمة بتحبوا توجهوها لكل اللي عم يتابعونا أو لكل يمكن مواطن سوري عم يحاول رغم كل ظروف الأزمة إنه يقوم بعمل أو يعمل إنجاز يمكن من مكان عمله أو من بالبيت يمكن. أنا بحب أقول للناس اللي عم تشتغل عم تتعب وممكن ما عم تلاقي نتيجة حاليا إنه صبروا، مجرد المحاولة فينا نقول مجرد المحاولة، بحب أقول إنه صبروا، يعني إنه رح يطلع منا شيء. أنا حاسس كثير كثير متفائل، يعني إنه البلد بلشت تنطلق باتجاه التطوير، باتجاه التحديث، نو بلشنا نطلع، رجعنا. مجد تفضل. يعني فينا نقول غمامة سوداء وراحت. أكيد، يعني يمكن بهمة هذا الشباب المبدع، ويمكن دائما نحن بنقول إنه القادم أحلى وبكرة أحلى. أكيد وجودكم بهذا المعرض دائما هو كمان بوابة نصر، هذا المعرض بوابة من بوابات النصر بسوريا. شكرا لوجودكم. أهلا وسهلا فيكم. أكيد نتشكركم لوجودكم معنا. مثل ما قلتي سلمى، يمكن هذا المعرض بوابة النصر الكبير لسوريا، والمفاجئ دائما نسبة الشباب المشاركين في هذا المعرض. فأكيد بهمة الشباب السوريين رح ترجع تتعمر سوريا، وبهمة أبطال الجيش العربي السوري. أكيد، وكلنا فخر فيكم. شكرا كثير. شكرا كثير لكم.